خميرة الفريش دي الخميرة بتاعت المخبوزات الفريش اللي بنشتريها من عند الفرن. دي الخميرة اللي عملت لي مرة في وشي التهاب بوظت لي وشي. اللي امامكم دهين هي قالب خميرة فريش، عندي عقدة منه بس هحاول اعالج العقدة. هحاول وانا ونصيبي، بس هعمل ايه النهاردة؟ هجربها على كف ايدي الاول، لان بجهلي زمان عملتها ستريت اواي مرة واحدة على وشي. الحليب بيغلي، لبن من بقرة بيغلي، طفيت عليه خلاص، والخميرة بتاعت المخبوزات اللي ممكن تعيش في التلاجة من 3-4 أسابيع وبعد كده تحفظ في الفريزر. الخميرة الفريش من ملكة الخميرة مصرة أبي أم مساء الكبيرة إن هي تجرب الخميرة على بث مباشر بس. خلاص لازم أعمل التجربة دهيا على بشرتي تاني، لأن أنا مشكلتي التحدي وبحب التحدي، ولازم افضل ورا الشيء لحد لما ينجح معايا. وانا يا هي الخميره، والخميره دي جايه من برمنغهام على فكره، من عند نينا اللي كنت بعيد عندها. هخليها هنا على جنب لحد بقى ما عندي روح التلاجه. وكده سخنا الحليب عبال ما شرحنا للناس. حليب سخن مغلي، تمام، امام الكام اهو، حليب دافي جدا، غلي وفار ولحقته اهو. هانزل على الحليب وهو دافي بمادة الكركم. بأقل معلقة معيارية هاخد الكركم اوكي فوق الحليب وهو دافي، تمام يس. وهجيب الملعقة وادوب الكركم بتاعي في الحليب، واجيب بمقدار تمن كوب من الاكواب المعيارية من الخميرة الطازجة بتاعتي اذا متاحة عندك. الخميرة الفريش بتاعت الفرن والمخبوزات والبيتزا داخل الحليب الموجود الدافي مع الكركم. من ملكة الخميرة لأول مرة بنعمل شغلة جديدة على الناس، جايز انا معرفش انتوا عارفينها ولا لا. بحاول ان انا ادوب الخميرة بتاعتي في الحليب السخن مع الكركم. من ماسكات الخميرة الناجحة معايا خلتني عاوزة اعمل التحدي ده اون فيديو لايف، ما انا كان ممكن اعمله من وراكم، لكن اقسم بالله ما خدت منه الا مكعب دلوقتي. يعني انا اصلا المكعب كله زي ما هو هو قدامكم. ليه ربع من الاكواب المعيارية ده ربع ولا توم؟ لا تمن، تمن I think مكتوب علي تمن من الأكواب المعيارية من الخميرة بتاعتي الفريش مع الحليب بتاعي. كده كده
وبدوب وبقلب وبدوب وبقلب الخميرة بتاعتي حتى تختفي في اللبن الدافي جدا. اهو ابتدت تدوب تماما وتختفي. علشان احمي بشرتي من اي شيء غلط هحتاج ملعقة كبيرة من لبن البودرة. لازم احمي بشرتي من الضرر بتاع الخميرة الفريش. وطلعي جوزك من الدولاب، جهزي جنبك اللي قرب يخلص لو نسيت تجيب، مش مشكله بكره ويك اند وهنشتري اللي ناقص. والله الدنيا حر جدا في لندن يا جماعه، جدا، وبنحاول يعني نعمل عبيط. وما كنتش عاوزه اطلع عشان الحر، انا ما بعرفش اشتغل في الحر. وهبتدي اخد من الملاعق اللي بناكل بيها النشا بتاعي. ناو طلعي جوزك من الدولاب وخدي النشا، معلقتين لثلاثة اعتقد، بس انا هجرب دلوقتي اتنين. بسم الله واقلب. انا عايزه اضربها علشان النشا كلكع، بس اعمل واحده تمام وانا اللي بضربها. وهجيب البلندر بتاعي و هقلبها مع بعضياتها بالمضرب، يا بالبلندر، عشان الكلكعات بتاعة النشا تدوب على قد ما اقدر جوه. Here we go. Okay. دوبنا النشا دلوقتي في الحليب الفريش. اوكي دلوقتي جه دور الشيء اللي هيحفظ لي الخميرة الفريش بتاعتي لمدة أطول. اضرب يلا، اضرب نار. اضرب نار يا ولد. شمع العسل، ملعقة ونص من شمع العسل. يس يا مسارو، سيحيه على النار.
شمع العسل اللي هو بتجيبيه حبيبات على النار. استنى لما اغسل البتاعة دي هنا ولا لا خليها عشان اضرب بيها، مش عايزة اغسل. نحط دي نضيفة دي بقى عشان نخش في الشعر، بس انا جاهز النهاردة عشان اعمل شعري. يا وبنحاول نسيح شمع العسل على النار هنا كده. عشان اقدر اعمل ماسك من الخميرة اعيش. استني اعمل عسل على النار والتعلب المكار والخميرة يا ابو مسائل كبيرة. يا قلة الادب يا بتشمال عمك، انا حر، انا واحدة ستة قليلة ادب، متخشيش عندي. تخش تقول لك متعصبة ليه؟ حط على قلبك حجر يا امي، ما بتحسوش، انتوا جبلات، انتوا جبلات اكيد، اقسم بالله جبلات. هنجيب الشمعة اللي هحرق بيها على هنا لو ما سمعتيش كلامي كويس نعم. وهنجيب شمع العسل بتاعنا السايح اهو امامكم هنا، طلع دخين. ايه الله، مش عايزه تشوفين نمشي. لا ريحه شم العسل حلو قوي. انزلي بقى الخلطه العجيبه بتاعتك دهين بالتشويش بالتشويش لا بالشويش بالشويش سنة سنة. عشان ابردها هنزلها في البولة الساقعة الاولانية اهي كده. ابقى انا صنعت الخميرة بتاعتي الفريش اللي هي كائن حي حي حي، عينك حي. هاتي زبدة المانجا او زبدة الشيا بتاعتك او اي زبدة زبدي مكعب من زبدة الشيا او زبدة المانجا وهي لسه دافية، وحاولي تدمي بيهم مع بعضياتهم. وكده نبقى قربنا نخلص. اول ما بتبتدي حتة الزبدة بتاعتك تندمج تماما بيصبح عندك كريمة الخميرة الفريش. نفخ. طب
تبييض، protection، حماية يعني، توحيد لون البشرة، yes، من الحليب والكركم، بريحه، كريمة الخميرة، لأول مرة من الخميرة الفريش يا أم مساء الكبيرة. جوزي قاعد جوه برضو كمان، ما تنسوش، استريح كفاية كده، اضربي. كنت ناوية، والله اقسم بالله العظيم كنت ناوية اطلع على التلفزيون اعمل الوصفة دهيا، بس للأسف اول ما عرفت ان الكهرباء بتقطع كنسلت التذكرة. ام سوري، سامحوني. كان نفسي اقدم الوصفة دهيا لاول مرة على التلفزيون في اي قناة كبيرة، علشان الخلطة دهيا عمرها ما هتعيش مدة طويلة ابدا الا لما تكون بالطريقة دهيا. لكن للأسف طالما النور بينقطع في كايرو انا ما اقدرش اسافر كايرو، لانه عمارتي عالية، الاسانسير ممكن يعطل بي، بريحه، ممكن انا اتسلخ في شقتي من غير تكييف، ما اقدرش غصب عني. حتى الشقة التانية اللي في الدور 38 برضو ما اقدرش، لانه هطلع وانزل ازاي، ازاي اللي هي في المعادي، ازاي اطلع وانزل من غير اسانسير، اطلع 36 دور وانزل 36 دور ازاي يعني، ازاي. خليني في لندن انا وانتو والزمن طويل، ارتاح. الخميرة يم مساء الكبيرة محتاجة زيت السمسم او اي زيت عندك او اي زيت مسك، مش لازم زيت سمسم، زيت مسك عشان اضيع ريحة الخميرة. مسك قرب يخلص. فين كان عندي حاجة تانية كمان، عندي لافندر بس دي كفاية، هي المسك بتاعي تقيل. الله على ريحة المسك. زيت المسك عشان نضيع بيه ريحة الخميرة من كريمة الخميرة اللي هتعمليها كل ليلة وتسيبيها على بشرتك حد لما بشرتك تشربها وتنامي بيها. قليلا، هذه هي كريمة الخميرة الفريش مع الحليب الفريش، تحولوا بقدرة قادر لشيء يعيش داخل التلاجة لمدة طويلة في برطمان. تقدري تحطي بدل زيت المسك تحطي لافندر، تقدري تحطي زيت البرتقال، تقدري تحطي الزيت اللي ترتاحين انتي فيه بريحته يعني، تقدري تحطي لافندر اذا متاح. وهنا استنى بقى نجيب جار، مش فاتح، الخميرة يجب ان البس يا
اللي صنعت في علب بلاستيك. برطمان غامق. هنا ننزل بكريمة الخميرة الفريش، برطمانين محترمتين، برطمان كبير، لكن بصراحة وبأمانة هتدعي لي من النتيجة. ماسك وتريتمنت وكريم وكله في واحد، هايل هايل. اديني اشيل اللي جوه، يا فين انا رميتها. طيب اوكي اجيب واحدة تانية كده. انزل باقي الكريمة بتاعتي جوه جار برطمان كريمة من الخميرة الفريش لأول مرة. وآدي كريمة الخميرة بتاعتي أمامكم أهي، فريش كريمة، فريش من الخميرة، للتبييض، للتفتيح، للنفخ أثناء الليل، للعلاج للتجاعيد والخطوط العميقة. وإيدي بيضت أمامكم أهي أهي أهي. إيه ده؟ إيد شيبوب وإيد مش شيبوب؟ يس بابي يس. ليه؟ لأنه الخميرة الفريش قوية قوي صراحة. وكمان عندما تتشربوا البشرة يفرك لحد لما تحسي ان وشك كله شربه. لأول مرة بديكي وصفة جبارة تفتح تبيض وتملى التجاعيد وتعيش في التلاجة من الخميرة. يا مو مساء الكبيرة، الخميرة الفريش مش الخميرة البودرة الفورية، الخميرة الفريش اهي بفركها من على ايدي و ابو حفيظة لحسن تقولوا انا حطاها في الاضاءة ولا حاجة. اهي اهي اوبس تعالوا.